مش مشكلة يعني، لبسها شوية وخلاص. امبارح انا حضرت، قررت ان انا اخوض مغامرة ان انا اتفرج على ماتش الاهلي مع مجموعة من اصدقائي مع النادي البرازيلي. واحد صاحبنا جه متأخر، انا بعترف انا اسف يعني، واحد صاحبنا جه متأخر يعني ملحقش انه يجي الماتش، فجه متأخر قوي فبيسأل، فانا تطوعت بيسأل ايه الاخبار، ايه اللي حصل في النص ساعة الاخرانية يعني، ايه اللي حصل، طب هو الاهلي لعب كويس ولا لا. فانا عملت فيها مهيب وقلت لا 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 لا، وكان في هجمه من النادي البرازيلي، فانا قلت له بص بص بص، لا ده الاهلي هاجم طول الماتش اهو، الاهلي هاجم جامد. فراح صديق تاني قال يا شيف دول البرازيليين. فقررت ان انا ما اتطوعش بعد كده ابدا في اي، افتكرت ان انا عشان انا اتكلمت في الرياضه كم مره ان انا ايه بقيت اقدر اقول رايي يعني، وبعدين اصحابك اللي بيفهموا في الكوره ما بيرحموكش، هنا على الاقل انا مش سامع التعليقات يعني، لكن اصحابك هم قاعدين معاك ما بيرحموكش. فقالوا لي لو سمحت لما نتكلم في الكوره بعد كده اعفي نفسك خالص من الاجابه، ما تحاولش تجاوب. الاستاذ ادهم الشرقاوي الناقد الرياضي يقدر يجاوب على امور كتيره قوي في الساعات ما بعد المباراه والتدريبه اللي تمت النهارده كمان. برحب بحضرتك معانا يا استاذ ادهم. اهلا بيك استاذ شريف، بكون سعيد معاك في كل محطه رياضيه في يحدث في مصر. اذا ربنا يخليك، ده شرف لينا، شرف لينا. الله يخليك. التدريبه يعني التدريبه النهارده دي يعني استعدادا بقى للثالث والرابع من جديد. بالفعل يعني طبعا كانت حاله من الاحباط سيطرت على لاعبي النادي الاهلي بعد يعني انتهاء الفرصه التاريخيه بالوصول للمباراه النهائيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي بعد 9 مشاركات تاريخيه في كاس العالم للانديه. الاصعب ان هذه هي النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه بالنظام القديم، النسخه القادمه ستكون 32 فريقا وليست 7 فرق فقط في الولايات المتحدة الأمريكية صيف 2025. طبعا النادي الأهلي أجرى مرانا استشفائيا اليوم ومنح المدرب راحة للاعبين عن المران غدا بإذن الله، وسيعود الفريق تدريباته ليلة المباراة يوم الخميس القادم. الأهلي هيلاعب فريق أوراوا اللي خسر منذ لحظات من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، ليصبح عقد النهائي ما بين فلومينينزي البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي. المناسبة أن الفريقين لأول مرة يشتركان في البطولة العالمية، والفريقين لأول مرة يفوزان بدوري أبطال أوروبا بالنسبة لمانشستر سيتي، وكذلك فلومينينزي بالنسبة لكوبا ليبرتادوريس أو بطل أمريكا الجنوبية. طبعا اليوم تنفس مدرب الأهلي الصعداء بعودة أحمد نبيل كوكا إلى التدريبات بعد غيابه عن اللقاء الماضي، وأصبح فرصه في المشاركة كبيرة وكبيرة جدا. الأهلي سيعاني في اللقاء القادم من عدم وجود مهاجم صريح في تشكيلته بعد قرار اللجنة المنظمة باستبعاد اللاعب موديست لمدة مباراتين، وبالتالي تأكد غيابه عن المواجهة النهائية. ودي كانت سمعت كل ما بتسأل الأهلاوية هنا ما بيحطوش أمل كبير قوي على موديست يعني. بالفعل، لكن هو الغريب ان مدرب النادي الاهلي السيد مارسيل كولر استبعد صلاح محسن المهاجم الوحيد في التشكيله قبيل البطوله من اجل موديست، ثم نزل موديست وطرد في اللقاء اتحاد جده السعودي، وبالتالي سيغيب عن جميع مباريات البطوله. الاهلي بيبحث عن التتويج بالميداليه البرونزيه الرابعه في تاريخه بعد 2006 و2020 و2021، وبالتالي هو افضل يعني انجاز للنادي الاهلي طوال مسيرته في كاس العالم للانديه. استاذ ادهم الشرقاوي انا بشكرك شكرا جزيلا دايما على كل المعلومات الوافيه والوفره اللي حضرتك بتقدمها لنا، وتساعدني وتعوضني عن تقصيري اذا جاز التعبير او يعني ايه عدم معرفتي الكرويه الكبيره. بشكرك شكرا جزيلا. لا حضرتك اصبحت في الرياضه لا يعني ما بلاش بقى، انا اتفضحت لما اتفرجت على الماتش مع اصحابي. ربنا يخليك، شكرا جزيلا استاذ ادهم، تحياتنا لحضرتك. تحياتي لحضرتك. هنفضل في المملكة العربية السعودية لكن في مناسبة تانية، في حدث مختلف تماما، وده اللي احنا بنتابعه.